50 مليون لكن المصلاحية أنا أقول لك 50 ويجري استحصال موافقة مجلس الوزراء فيما إذا زاد المبلغ المذكور عن ذلك اللي هو يتعلق لذلك بموضوعنا. لذلك أنا أطرح الموضوع بثقة وبجرأة يعني بكل شفافية إنه إحنا هذا الموضوع موضوع دولة. يعني الدولة الآن من راح تتعاون ويا عائلة المرحوم ما تسوي شيء يعني خارج الضوابط أو خارج القانون أو تكرم المرحوم لسبب أو لآخر، لكن اللي يصير هو تطبيق لقانون دولة عراقية. إحنا في دولة بها قانون وبها نظام، الدليل هذا الكتاب. يعني لذلك يعني من الكابتن عدنان درجال، الكابتن عدنان درجال قال أنا متعهد بحل الموضوع، يعني الطريق سالك أمامه. يعني ما أعتقد وزير من الوزراء راح يقول هذا القرار ما طبقه أنا، لأن ماكو مبرر لعدم تطبيق القرار، لأنه هذا يشمل كل المواطنين، أحمد راضي رحمه الله أو الآخرين، شهيد أو متوفي.